السلام عليكم، كيف الحال؟ محمد معكم من العاب، رجعناكم اليوم بحلقة جديدة من Going Medieval. Going Medieval هي عبارة عن لعبة صدرت على ستيم بواحد جون، وهي لعبة استراتيجية Early Access من تطوير فوكسي فوكسل. طبعا الحلو بالموضوع أو الحلو باللعبة هو طريقة بناء الأبنية تبعيتها والأسلوب تبعيتها، يعني بصراحة شيء مختلف عن اللي احنا متعودين عليه. خلينا نجرب مع بعضنا اللعبة ونشوف. أول شيء طبعا لحتى تجرب اللعبة في عنا ثلاثة سيناريوهات فينا نختار منهم، اللي هو أول واحد الستاندرد، اللي هو إنه بيصير عليك هجومات من الإنمي وبتدافع عنهم، تدافع عن نفسك وبنفس الوقت كمان بتبني مستعمرتك. المستوى الثاني اللي هو البيسفول، المستوى الثاني هذا ما فينك تعمل شيء، عفوا ما بصير عليك هجومات أبدا، وفينك بس تعمل تطور المستعمرة تبعيتك وتحاول إنه مثل ما بيقولوا تجملها بالطريقة اللي أنت بتحبها. المستوى الثالث اللي هو السيرفايفر، طبعا هجمات متكررة ولحق إذا بتلحق وأنت وشطارتك. نحن حنبلش اليوم مع ستاندر حتى نجرب إذا صار لنا هجومات بهالوقت هذا القصير اللي عم نجرب فيه اللعبة. هنجرب الهجومات ونجرب بناء المستعمرة وشوف منقدر نجرب، وطبعا إذا ما كفى الوقت معانا وحابين نكملكم فيها أكيد ممكن نكملكم فيها بس على قناتنا الثانية ألعاب استراتيجي. فإذا ما اشتركتوا لسه لا بهي القناة ولا بقناتنا ألعاب استراتيجي، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد أول بأول. كمان لا تنسوا الاطلاع على الألعاب الجديدة اللي عم ننزلها بشكل يومي على هي القناة. بصراحة عم نحاول ننزلكم كل الألعاب بأول بأول، بس كثرة الألعاب عم تحدد علينا يعني إنه ما نقدر ننزل بأول ما بتطلع اللعبة. على كل الأحوال نحن عم نحاول جهدنا، فأنتوا لا تنسوا تكون هيك لايكات وشير وكومنت حتى نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. خلينا نبلش مع بعضنا بالستاندرد الديفيكولتي نورمال ونبلش طبعا في كتير خيارات أنت فينك تختارها خلال إنشاء اللعبة. في عندك نيو لايف، في عندك لون وولف، كلها هي بيختلف عندك بموضوع ال طبعا الإكيوبمنت وموضوع شو اسمه السيتلر لشو. فمثل هون مثلا عم يقول لك لون وولف اللي هو يعني انه ذا سيتلر ستارتس الون وذ ميجر ريسورسز بلا بلا، يعني بيكون في شخص واحد ببلش لحاله وبعدين بنشوف شو بده يصير معنا. اللي هي نيو لايف بيكون في اكثر من شخص ببلش معنا وبنشوف بعدين شو بده. او هذا نيو اخترع على كيفك انت، نقي انت حدد السيناريو اللي بتحبه. نحن حنفوت نيو لايف، هيكون معي امكانيات 3 أو 4. كمان نفس الشيء هون عندنا 3 مناطق ممكن نحن نحدد فيها وين بنحب. فينا نطلع على الجبل ناخذ ذهب وايرون وحديد وشغلات يعني وفضه، وهون فينا نجي مثلا بالوسط اللي هو بين يكون اللي هو عم بيقول لك كويسه هي لمنطقه الدفاع اعتقد هي ولا هي سيتبل جود ديفنس بوزيشن، هي اي كويسه للدفاع، وهي فيها مناطق كثير فيها شغلات كثير للاكل والشرب وهالامور هي. نحن حنروح بالمنطقة هاي حتى ناخد اكتر موارد، لانه ما بظن يعني خلال هالفترة القصيرة من تجربة اللعبة انه يكون علينا هجوم او هجوم، او حتى لو كان علينا هجوم ما بظن انه حيكون هالهجوم القوي. فرحنا حنبلش هلأ هون حتى نجرب نحاول نجرب ناخد كل الريسورس اللي بنقدر عليها، بعدين بدنا نبلش نشوف الاشخاص اللي دول ثلاث اشخاص اللي مثل ما قلنا دول ثلاث اشخاص اللي حيبلشوا معنا. ففينا نحن نغيرهم خليهم مثلا هذا animal handling مثلا medicine مثلا مثلا هاد عندك mining mail هذا بيقاتل marksman حلو speech craft ممتاز ممتاز هذا الشخص بدنا حدا هون مثلا بهيك شغلات هاي crafting كذا هذا mining smithing speech craft فينا نغيرهم طبعا. شوفوا مثلا هو animal handling construction medicine construction يعني فينك تاخد الطريقة اللي انت بتراسبك هاي مثلا botany perks شو هدول perks هاي شغلات غريبة عجيبة بصراحة intellectual هذا 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 شكل ظريف خلينا ناخده ولا لا صح اوف هذا الفايكنجي ها 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 هذا ممتاز تعال يلا
اوكي هذا اللي احنا اللي اخترناه. لا بيورجينا اسمه السمري تبعيته. خلينا نبلش بنيو لايف. يعني بصراحه اللعبه في كتير اشياء جديده ما متعودين عليها بالعاب الاستراتيجي، وفي افكار طبعا يعني بنعرفها متعودين عليها، بس انا اكثر شيء حبيته فيها طريقه البناء والشغلات الثانيه. طيب هلا بقول لك هون شرحنا كيف نحن نبلش نستخدمها للعبه. بقول لك هون كيف تمشي تتحرك، كيف هون تتحرك شو بين طبقات، مثل ما شايفين فينا نحن نغير بالطبقات. يعني المبنى نحن فينا نعمله كذا طابق كذا طابق ونشتغل عليه، ويعني في شغلات حلوه بصراحه. هون مثلا الاراضي هاي بتسريع عفوا السرعه والشغلات هاي، يعني عم بيعلمنا كيف انه نحن نستهلكون. خلينا نبلش اول شيء مع انه نكتب هدول. طبعا اكتف حتى يقدروا ياخذون. اوكي طيب هاي واحد اثنين بدنا نشغلهم بالخشب، وخليهم هون يطلعوا لنا شوية اكل. اوكي هذا هذا ما بدنا، نحن بدنا بس منشان نقدر ناخذ بعدين، بدنا بس ناخذ الاكلات. اعتقد هذا قمح. بلا هذا قمح. في شغلات غريبة عجيبة. طيب خلينا نبلش اول شيء ببناء بيت للشبيبة. طبعا بناء بيت مو مثل اي البيوت اللي احنا تبعيدنا تعودنا عليها انك تحط بيت وتمشي وتشتغل عليه. لا في شغلات حلوة بالبيت انك انت بتحدد مثلا هذا، خلينا نقول مثال هذا البيت اللي بدنا اياه. تمام بعدين بتحدد له انت بتحط له العواميد تبعيته. اول شيء خلينا احنا هيك نوقفه شوي عشان نعرف نرتب. ها شايف لقاء. وأخيرا بعدين نحط هون باب. وكم شباك؟ تمام هلا خليه يشتغلوا. يا سلام.
خلينا ناخذ دون. ممتاز. طيب هلا هون انا خليني بس اورجيكم كم شغله. مثلا هون عندنا بالجوبز فينا نحدد نحن بالضبط كل عامل شو ممكن يشتغل، شو لازم ايش قديش اهميه بالنسبه له. يعني ممكن يبلش هون بعدين يخلص هاي بعدين يروح على هاي بعدين يروح على هاي، يعني ترتيب الاولويات تبعيته او ما بسموه يعني ايه يعني ترتيب الاولويات. بعدين هون بنحدد له الوقت، مو بس هيك بنحدد له الوقت انه والله مثلا عندك من هالوقت هاد لهالوقت هاد اشتغل، بعدين من هالوقت هاد لهالوقت هاد مثلا ليجرز مثلا استمتع العاب، مثلا من هالوقت هاد لهالوقت هاد نام. فكمان هي شغله حلوه مشان اذا بدك تخلي المستعمره تبعتك كلها على طول شغالين، ففينك تحدد لهم بالضبط ايمتى يناموا وايمتى يفيقوا وايمتى يقعدوا. انا راح اتركهم هلا بشكل عام. غير كمان في عنا اللي هي هذا الريجن اللي احنا حكينا عليه ببداية اللي احنا اخترناه، فينا نرجع كمان ننقي فيهم ونطلع نروح لهونيك بعدين نبلش مثل ما بيقولوا انه يعني نعمل بيناتهم خطوط وكذا. فيعني هي من الشغلات الحلوة. طبعا هذا بيتنا الاولاني، لازم لنا المزيد من الخشب ليكون احلى في غيوم. واو هذا شو ذهب. اوبا اوكي. شايفين بصراحة يعني حلوة اللعبة، فيها نسبة عالية من الذكاء. فينك تحدد مثلا هي خليني اورجيكم مثلا مثال، مثلا هاي شباك واحد، حطيت شباكين هون جنب بعضهم، شوف شلون بيطلع موديله، بيتغير شكله. مثل هون شايف بابين حطينا جابين جنب بعض، قام صار يفتح بهي الطريقة. شايف صار شباكين متصلين ببعضهم بطريقة حلوة. اها تمام، هاي وحدة. بعدين في عنا ممكن احنا نفتح نطلع طابق تاني، او فينا نعمل نختصر الموضوع ونروح على قولوا معي لا خلص هيك. لك لحظة ايه لحظة، لازم نطلع طابق ثاني. طيب اوكي هاي هون هالطار. بعدين
عشان بياخذوها بياكلوا اكل دول. ميلز اوكي ليكم في دروعه تياب ومدري شو. طيب حتى ما يغضوا علينا هذولي لازم نخبي الاغراض. ف خلينا نعمل مثل المستودع. أرضية خشب ما عطينا ناقصنا. هون نطابين تمام. بعدين بنقول انه هاي المنطقة خلي يخلص هو. شو هاد العظام؟ ناقصنا خشب. هلا بنقول لهم تعالوا اعملوا خشبات. كل شجرة بيكسروها بيطلع معهم شغلات تانية مو بس خشب. بيطلع معهم هاي الأغصان. هاي الأغصان بصراحة هلا ما بعرف لشو بس شكلها إلها علاقة بشي. ليه ما كسر بقى هاي؟ يا سلام is now level 7. هذا واحد منهم تطور المستوى تبعيته صار عنده مستوى 7 بالبناء محترف صار. برافو. طيب هلا بنقول لهم انه هاي المنطقة خصصة للبضاعة. بينقلوا البضاعة كلها لجوا. كل شيء عندنا اغراض بنقلوه لجوا. هذا بدنا اياه. اعتقد فينا نحدد ما فينا نحدد. لا خلي يخزنوا.
اوكي ممتاز. هون كلي بازار، شو هذا كلي بازار؟ بس كأني في شغلة هون كمان بدهية، ما في، ما شو هي، ما في، ما سمعت، ما شفتها. هاي شو؟ اه وودن تروش وول، حلو. لحظة معناتها اوبا، والله حلوة. يا سلام والله فنانين. اوف صارت مطر عندهم. نعم نعم طافوا. اوبا ليك المطر صار جوا بالبيت. اف شو الواقعية، حبيت. تعال مبدئيا خلينا نحط سقف لهذا حتى ما يخربوا الأغراض. أوبا والله بصراحة يعني فيها شغلات حلوة اللعبة. خلينا نوقف هذا القيادة، حط هون. درج لفوق. ما انا فود ريسورس اكلته ماشي الحال، بعدين نجيب الوود.
خلي يجيبوا خشب. الله الله التكنولوجيا. construction fail ليش؟ طيب احنا هيك بنشوف الطابع التحتاني. هلا صار فينا نحط اللون. كيف يعني نطلع فود؟ وين الخشب عندي انا؟ هذا هون على اليمين عندي حاليا. شو هاد 19 خشبة؟ لا بشكل ما عندي شي خشب نوب. طيب ماشي حال. مبدئيا نحن بدنا نعمله اهم من لون هو نحط خوت. نرجع مشينا هدول الخوت نكبهم نجيب غيرهم. ليك وين نايمين؟ نايمين بالمستودع. حلو هيا عملنا نتخوتي. شو construction area بيقول to unlock new research. لازم اول شيء نصنع هاد الريسيرش تيبل. ماشي خلينا مثلا شو اذا فينا نصني هلا ليه ما بصني كم بليس بلوكت باي وودن تروش. لا هاي
فينا نغير محله؟ ما فينا نغير محله. قررت غير الشكل كله انا. وقف لحظة شوي. لا. صراحة فيها كتير شغلات ابداعية فينك تبدع فيها، بس انا بالوقت الحالي ما حنشتغل كتير عليه. خلينا اول شي ننزل، وين هاي كانت هاي. هاي بتخلينا نعمل، خلينا نعمل قول معي ها. هلا فتحت الريسيرش، هي بتخلينا نفتح الريسيرش، ولا عن طريق الريسيرش فينا نبلش نعمل، نطالع مباني جديدة وأشياء جديدة، مثل مثلا هاد. هاد بيعطينا دعم للمنطقة هاي اللي بدنا نعمر عليها. بيقول لك هذا بيمز اوف سوليد بلا 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 هاف هيلد اب تو فلورز. طيب هاد شوف ولا شو بنحطه، نجي مثلا نعمل هي نعتقد ما فينا نحط هون. طيب هذا بيعطي مثل عواميد، بس هو كان المفروض نحطه بالنص. على كل الاحوال احنا هلا ما لنا من هيك طلع هون في، لانه مفتوحه هاي السقف. انا هلا بالوقت الحالي عم نحاول انه بس نشوف شو الشغلات ما فتحت لنا او عم تطلع لنا. هاي فتحناها، هاي بيقول لك هذول تبوت الاكل اللي بلش نزرع. مطلوب من عنا هذا شو ها، مطلوب عنا 15، عنا 25 كمان. يمكن بدا وقت او شي ما بعرف. unlocks available 10 allocated 15. اي 25 هاي شو. شوف هذول كله مثلا في لك صنع، فينا نصنع فيهم ابنية جديدة نفتحها. واو واسهم، واو شغلات للديكور. يعني بصراحة في شغلات كتير حلوة فينا نعملها بالريسيرش. شو صاير دوا؟ ليه ابتدون تعو ادون ها ها.
بيطبخ عليها شكله. Build your defense. ممكن احنا يصير علينا غزو بأي لحظة. فينا نعمل طبعا سور القلعة. سور القلعة يعني مو سور، سور بمعنى السور. وفينا نعمل فانس صغير خفيف. فينا شوف عندكم هون شغلات مثلا ممكن يقعدوا يلعبوا فيها. هاي ثلاثة. هو هذا شو بده؟ في شي ناقصه. ما علينا. لا 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 بمزح معكم. طبعاً بتعطينا هيك بيهدوا الأرض، بيعملوا حفرة بالأرض وبيشتغلوا على أساسها. ليه قاعد عشان ناكل؟ روحوا لموا الاكل يلا. اوكي بلشت شو شدي ولا بتلج؟ وودن تيبل لارج. ستون تيبل. هاي هاي وودن تيبل. وودن ستول. منطقة يبدو عليها. برافو. حلوين هاي نظام الغيمات كمان يعني بصراحة. عن جد بصراحة اللعبة حلوة. أكيد هنعملها سلسلة على ألعاب استراتيجي. فاللي ما اشترك لسه بالقناة يشترك هونيك حتى يوصلوا كل جديد أول بأول. في عنا كتير شغلات لسه بدنا نجربها. في عنا كتير شغلات بدنا نلعبها. فجهزوا حالكم لأنه عنا سلسلة طويلة هنبلشها إن شاء الله على ألعاب استراتيجي. كنا حابين نشوف الغزو شلون حيصير. على ما يبدو هذا شو هذا كلي. على ما يبدو ما في غزو اليوم. يعني هذا عم بطلبه من هاي الشغلة بس ما هي موجودة اساسا. ما بعرف ليش ما عم بيعطينا اياها. 80 خشبة.
هذا السور كنا عم نحكي عنه. ما بعرف اذا لازم يكون في اصلا مي ولا ما في مي. نعمله شيء مثلا تجميع المي. وودن تيبل. التراس ينامو. أيوة. Come sign tales of them. Hitting people where blah blah blah, but they crossed. Having escaped. Okay, the settler slammed the door shut, having outside. To help her. Haha, I ajna. Enemies are coming. اجانا حد جديد. مواطنة جديدة. الانمي عم بيقولوا جايين بعد 15 ساعة. Wanted need trend. شو بيداووها كمان. اها فيوز تو باو ذير ديماندز. اها اجوا الاعداء. وين اراضينا نحن؟ هذا بيتنا. طلنا واحدة هون. هاجمين لعنا. جازوا حالكم. هلا لا اصلا ما عمرت العية.
بدي هون لا نرجع نتفه ما مشكلة عديد كيف بدنا نجهزهم للمقاتل نحن؟ تاك روحوا مسكين هذا كيفك يعني ومو قتلوا يخرب بيدون هلا فطنتي جباني ديفيتد المسكيني هربي هربي رانينج اواي منيح لسه ضلوا عالم عايشين ما علينا هاي كانت تجربة للعبة نحن جربنا لكم اياها بس اكيد رح يكون في عنا سلسلة طويلة عليها نتعلم كيف نقدر نطور فيها وكيف نقدر نصلحها وكيف نقدر نحاول نهجم فيها وندافع عن نفسنا كمان حيكون في عنا تجربة لكل الابنية الجديدة اللي ممكن نعملها بالريسيرش والشغلات هاي هي اللي حتفتح هون حنشوف كيف حنقدر نفتحها فبصراحة عنا كتير شغل هنشتغل ان شاء الله على قناتنا الثانية العاب استراتيجي فاذا حابين تشوفونا تابعوا القناة هنيك فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد اول باول ولا تنسوا الاشتراك بقناة هون اذا كنتوا لسه ما اشتركتوا فيها هلا صافي انا ودعكم ونقلكم يومكم سعيد ليك هذا يا حرام بنزوف